المؤتمر الثاني للحوار الوطني تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل، حضره السياسيون وكل من زاويته رأى المبادرة. والهدف اليوم أنه توسيع تثمين هذه الوفاقات وتوسيع الحلقة على أكبر عدد ممكن من الأحزاب مع المنظمات الفعالة في المجتمع كما اتحاد الشغل كما رابطة حقوق الإنسان وغيرهم. اليوم موجودين الشيء هذا، موجودين مش نفركسوا على ضوابط اللي يلزم يلتزموا به الناس كل، واللي مش موضوع خلاف نبدو العام ما فيش حتى شك. انتخابات نزيهة زادة ما يدخلش فيها المال السياسي وغيره، زادة ذي من الشروط زادة باش نجم نمر انتخابات حقيقية، وقبل هذا هو الاتفاق على ما يسهل لنا الخروج من المرحلة الانتقالية. المسألة الملحة الأولى هي القضية نتاع العنف والإرهاب، هذه ما فيهاش حل وسط، يا أما هكا يا أما هكا، يا أما باش نتصدى للعنف والإرهاب بطبيعة الحال، باش نتصداو له كمجتمع، كمؤسسات معناها تاع دولة، كأحزاب، كمنظمات، وإلا منش مش تصدوله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي عندها طابع سياسي في علاقة بالدستور، كذلك ما ثماش حل وسط. نحبوا نعملوا دستور ديمقراطي كيما يحبوا الشعب هذا، كيما طالب به هذا الشعب، وإلا مش نبقاو نعملوا في الحسابات الحزبية الضيقة، أنا نعدي اللي نحب وأنت تحب تعدي اللي تحب إلى آخره. والحال وأنه المطروح هو الاتفاق على أسس نظام ديمقراطي. اختلفت اهتمامات السياسيين، ويبقى البحث عن النجاعة هو الهدف الدائم. هي مسؤولية، لأنك في أقرب وقت يجب تلقى الآلية للتنفيذ، وأنا قلت عدة مرات من قبل المطلوب معروف، المهم الإنجاز. وقد افتتح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين العباسي الكلمة، مؤكدا على ضرورة استغلال اللحظة وعدم تفويت الفرصة. نريدها لحظة فارقة في وعينا الجماعي بشأن التحديات التي تتربص بنا والمهام التي يتعين إنجازها لاستكمال المرحلة الانتقالية التي نعيش إرهاصاتها. تطلعات الأمين العام شاركه فيها جملة من المتدخلين. بالنسبة احنا للجبهة الراوة أن اليوم بلادنا في أزمة حقيقية، والأزمة دي عندها عدة مظاهر، وفي حوار كما نتاع اليوم مناش مش نحلوا المشاكل الكل، وخاصة مناش مش نحلوا المشاكل الكل بصورة جذرية، ولكن ثم مظاهر ملحة اللي هي مش تهيئ لنا الطريق لأكل الحلول الجذرية هذيك. مؤتمر الحوار هذا آخر فرصة لتونس، وإحنا نعيما نقول آخر فرصة لتونس وآخر فرصة للفاعلين السياسيين باش يتوافقوا. وقد تناول رئيس الجمهورية الكلمة مشددا على ضرورة تجميع التونسيين تحت راية العلم التونسي مهما كانت اختلافاتهم.